بالنسبه للفرحه ديالي صراحه ما يمكنش لكم نوصفها. كنت البارح طلعت لايف باش نجاوب بزاف الناس اللي باركوا لينا، راك عارف بزاف لي ميساج وصلونا، لا انا لا شاف ليالي، وانا دابا حاليا اللي فاش كتكون هي ما كتقدرش تجاوب كنجاوب لحقاش هذه فرصه العمر، وكنحاولوا نجاوبوا يعني جميع الناس اللي فرحوا معنا. فدونك طلعت لايف باش نشكرهم ووصفت لهم هذا الاحساس، قلت لهم فرحه ولكن غريبه، فرحه ديال انك تشوف او سيرتو فاش يلا غادي نشوفه. صراحة سبحان الله ما كتعرف واش فرحة ولا صدمة، ولكن فرحة كبيرة لواحد الدرجة الواحد خصو يجربها باش يعرفها. تجيك معها البكية، معها الخوف، معها الابتسامة. كنت كنقول غير سبحان الله سبحان الله، عطيه المول هذاك الإحساس ولهذاك الشوفة الأولى ديال البيبي، صراحة كتبقى تلعب بالفرحة. اش غادي نقول لك، انا حتى قبل، انا ما نكذبش عليك، انا تشوكيت في الاول فاش كنا مشينا عند الدكتور يوسف الرافعي اللي كنشكرو بزاف على المجهودات ديالو. فاش يلا مشينا عنده وهذه هي الصدمه الاولى، انك انت معول غير فيزيت كونترول كوم دابيتود بحال كيف ما كدير، حتى كيقول لك، قال لي واش معولين مازال تزيدوا تسافروا؟ قلت له لا، قلت له راه كنضحكوا معاك، قلت له حنا جينا على قبلك ونعاود عاوتاني نسافروا. في الاول هي فاش خرجت، حتى كتخرج دابا لي كوليس، انا هما اللي خلعوني كثر، كان كيقولهم لي انا وتيحاول هي يخليها مرتاحه. دابا هي لحقاش كان عندها لا طونسيون طالع ولا زاد عاوتاني خلعه، ممكن يزيد يتاغراف هذاك الشيء. فدونك هي غير تخرج هكا شي غفله ولا هذا، دار لي واش مازال تسافر؟ قلت له لا، غير تنضحكوا. قال لي لا راه ما يمكنش، فهمتي؟ قال لي واحد الطريقه، فهمتي؟ انا داك الشيء كيشوكيني، دار لي خاصها ضروري تمشي دابا مستعجله. مشيت سديتها للدار وهي في الدار تتقع لي، قالت لي دعي معايا حنا بجوج ولادك تضحك معايا بحال هكا، وانا راه البكيه ديك الساعه صراحه حابسه ما تنبغيش نخلعها، تنقول يا ربي زعما غير هي تكون بخير. حقاش هذاك مازال ما فهمتش هذيك الساعه، فهمتي؟ غير قال لي سير ديها راه ايرجون، وانا مخلوع ما عنديش الجواب، ما فهمش شنو واقع. دونك هذاك الخوف كنت موقفو غير هنايا، قلت لها هو فطري بعدا وصافي، فطرات جبناها اللي هنايا. وانا كيف ما قلت لكم ستريسي بزاف، ما قلتش ليها لحقاش. فاش جات لهنانيه المستشفى الجامعي، اش غادي نقول لك، هي دخلات دونك داروا لها التخطيط ديالها وديال الجنين. انا ما تنفهمش، غير بان لي التخطيط نزال وعاود طلع، عاوتاني تيمشي نيشان وتينزال. قلت للانفيرميه اللي مقابلها، قلت لها راه ما تنفهمش انا في هذا الشيء، ولكن راه جاني هو التخطيط غادي هنا ونزل وطلع. قلت لها راه شي حاجه واخا ما تنفهمش، راه بانت لي دي انورمال هنايا. هي ما قالتليش باللي راه زعما وقع له اغماء. صوراتها وانا تنشوف فيها صوراتها وصيفطاتها للطبيب، جا سير بلاص. انا يلا نزلت غير نجيب شي حاجه من الطوموبيل، قالت لي راه جا الدكتور يصيفطات لي ميساج، قالت لي راه شي حاجه لحقاش جا مع الثلاثه، جا ديك الساعه على اساس انه غادي تولد مع الثلاثه، ولكن لقاتو انه كيف ما نقولوا تيقاوم. فنطلب من اي واحد زعما يشوف هاد الفيديو هذا يدعي معاه لحقاش، قالت لنا راه تيقاوم، زعما شي واحد اخر يقدر كينزل ما يعاودش يطلع. قالت لنا راه قال لي زعما تم التخطيط تيبان انه نزل بزاف ورجع بقوه عاوتاني، تعاود عاوتاني تنزل بزاف. فاش قلب التخطيط لقاها وقعت له 4 المرات اغماء في الكرش ديالها، ماشي زعما قال لي من شي حاجه، تيلمو ان الطونسيون تيطلع ما تيبقاش يوصل الاكسجين مزيان، فهادشي اللي تيوقع له. دونك هو بحكم الخبره ديالو، هذه اهم حاجه، الناس كيف ما نقولوا كاينين بزاف الخبراء والحمد لله على الطب في المغرب. قال لي انا جيت لو كان بغيت ندير خدمه مزروبه غادي نقول جيت نولدها ونمشي. قال لي انا ولكن انا خصني نزيد نربح الوقت، تعطيوها شي حاجه في السيروم اللي باري باش كيدوزوا له نيشان باش يوجد راسه. قال لي كل ما هو معاوننا ومازال تيقاوم نزيدو نعطيوه، مثلا نقوتوه كيف ما تنقولوا باش يشد فراسو منين يبغي يخرج. وقال لي وجد راسك، هادشي ما في خبارهاش هي، وانا عاوتاني تنتخلع، فهمتي؟ هادشي تيقولوا لي على برا هنايا. قال لي دونك انت وجد راسك، انا عارفه غتولد. انا كيخرج جاو عندي اصدقاء ميزوكس وجمال، راه كلشي تيعرفهم حتى في مواقع التواصل، وقفوا معايا مساكن ما ننساش خيرهم، كل مره تيجيو يطيبوا لينا هما والامهات ديالهم الله يجازيهم بخير.
كيف ما قلت لك انا هبط قلتها عليهم، قلت لهم الدراري غير معايا راه اي لحظه هما اللي كانوا في جنبي طيله هذا الوقت هذا، هما الاسره ديال شاف ليالي. فالحمد لله كيف ما قلت لك انا مستريس وجامع دوك لي زانفورماسيون اللي مبغيش نقولهم ليها شادهم بوحدي، هي غير كي خرجات بقيت كنقول لهم انا راه داكشي حيت انا اللي سامع فهمتي، كنقول لهم يا ربي غير هي تبقى بخير على خير. لحقاش حتى الجنين لو كان يعرف راسو غير ادي الام ديالو يقول لك انا هذه جبتي. دونك حنا كاملين عندنا هدف مشترك ان هي الاولى، قال لي لا طونسيون ما تهبطش، وهما الناس ديال الطب غادي يفهموا، قال لي ما تهبطش لا طونسيون الا ما ولداتش، طالمو الجنين في الكرش طالمو لا طونسيون تتبقى طالعه، وهذا تيتسمى تسمم الحمل ولا شي حاجه عنده ما عندوش علاقه لا بصفار لا بملحه لا حتى شي حاجه. وممكن تسولوا اخصائيين غادي يجاوبوكم، هذا بحال اللي مرض تيجي، قال لي غالبا كيجي في بعض الحالات في اول حمل ديالهم تيجي لهم هاد لا طونسيون دو غروسيس. والحمد لله كيف ما نقولوا فاش دخلت البلوك انا بقيت كندعي معاها انا والاسره ديالها، الحمد لله كي خرجت بعدا جا الدكتور فرحان كيحل الباب هكا شفتو مبتسم، خرجت انا فرحان قلبي يعني بالفرحه، هضر معايا قال لي راه كلشي مزيان ودابا نخليك تنزل تشوفو. صراحه كان احسن نهار من بعد خوف من بعد. كيف ما كنقول انا اول حاجه هي تبقى بخير، وبالنسبه للجنين كنقول الى ربي كتب له في العمر راه الا كان عنده 9 شهور غيعيش ولا ما يعيش، الا كان عنده 7 شهور اللي عنده رزقه في الدنيا غياخذو، واللي ما عندوش راه ما عندنا ما نديرو، كتبقى الاقدار الالهيه. بالنسبه للسطاف داروا كاع كيف ما كنقولوا حنا بلغه القانون، داروا كاع ديك لوبليغاسيون دو مويان ديالهم، كاع المجهودات ديالهم اللي خصها الدار باش يوصلوا لوبجيكتيف راه داروها، وتتبقى ديك الساعه الاقدار الالهيه اللي تتحكم. نعم بالنسبة للمؤثرين صراحة احنا ما قربش للناس، الناس عارفين احنا داخلين سوق راسنا ماشي، احنا سبحان الله عندنا اصدقاء في الميدان ديال مواقع التواصل، ولكن سبحان الله ما كنتراسلوش بزاف قليل. نقول لك واحد جوج ميزوكس وجمال كيف ما نقولوا، حنا تنبغيو نبقاو طرونكيل لحقاش مؤخرا ملي تنشوفوا دوك المشاكل، تقدر تجيب واحد ياكل معاك في الدار من بعد يقول لك راه طيب لي غير هادي وما تهلاش فيا وما دارش ليا. دونك كاع المناسبات حتى ديالهم تنقول لهم مبروك من بعيد وتنبقاو بعاد، بصح حنا تنحاول باش ماشي زعما كرهان ولا والله الا تاير معزز علينا تنبغيو نحترمهم وتنبقاو حتى حنا بعاد، اللي جا مرحبا به واللي يفضل على انه ما يجيش ولا ما يهنيش حتى هو مرحبا به، هادشي اللي كاين. وصراحه كيف ما نقولوا انا بالنسبه لهذه المسؤوليه هذه والناس اللي مجربين، فاش يلا كتبدا الحماله دونك صافي انت كتبدا توجد راسك. دونك انا حتى كيف ما نقولوا انفو عرفت باللي راه حامله دونك بديت كنخطط بعيد، هي تقول لك ماديا ومعنويا، هي تقول لك راه تنقول لها دونك راه دابا غادي خص يعني الى كتاب دائما تقول ان شاء الله راه غادي تبدا خص انها كيما نقولوا ليكوش ماكلته بوحدها شرابو، حتى بالنسبه للمستقبل ديالو ولا هو مازال انت كتخايل ان شنو غادي ان شاء الله يكون وشنو بغيتي، بزاف الاحلام كتبقى تشوف بحال هكا. دونك وجدت انا لهذا الشيء كامل وراه ليا اللي راه عارفه، كنتمنى اننا ان شاء الله نقدروا نحقوا داك الشيء اللي كيف ما نقولوا حنا ما لقيناش واللي لقيناه، المهم نوفروا جميع داك الشيء اللي في هذا الوقت ممكن نوفره ليه ان شاء الله، الشيء اللي كنتمنوا من الله. انا بالنسبه لي الا هضرت على نفسي غادي نشوف مصلحه الزوجه ديالي فهمتي، ما غاديش نبغي زعما دابا تولد خصها ترتاح، لحقاش هي داز عليها النص الاولاني صعيب بزاف، الناس ما عارفينش كيشوفوا غير مره انا ما تنبغيش نخلع الناس، كنبغي زعما نبقاو في واحد الشق اننا دائما ايجابيين. 3 شهور حتى 4 شهور دازت عليها قاصحه بزاف، يعني ما انا اللي عشت معاها دونك ضعافت ما كتقدرش تاكل، تنحاول معاها غير الحليب واللبن اللي تتاكل صافي، غير الخبز واللبن تنقول لها راه هادشي راه قاصح وهكاك اللي تيمشي لها. فسولت دي ميدسا الدكتور رافعي قال لي راه هادشي ديال الله اللي قدر تدوزو خليها يدوز ليها، تيدوز ليها غير اللبن والخبز. دونك هاد بيريود كامله 4 شهور دوزاتها قاصحه، 3 شهور الثانيه حاولت نخرجها من داك ستريس، سافرنا بدلنا الجو، حتى الدكتور كان مع الفكره ومراقب عن بعد قال لي الامور راه مزيان وتبعنا، يعني لو كان شاف شي حاجه في ما عجبتوش ممكن قلت له انا في اي لحظه تقول لي رجع اولا انا اي نشوف اي حاجه انورمال راه غادي نرجع عندك، يعني ما كانش عندي مشكل انني نطرق يعني في اي لحظه دائما كنا كنمشي ونتبحر ونسافر ومجد، يعني في اي لحظه نمشي عند الدكتور نحبسوا كل شيء.
يبقى غادي داكشي مزيان حتى شاف اللي دخل هذاك لاطونسيون اللي حتى هو في نفس الوقت جا عندنا الميديسان قال لنا راه ما عندوش علاقه بالسفر ولا بالماكله هذاك شي حاجه كتجي من عند الله. اش غادي نقول هذاك راي ديالهم وتنحترمو انا دائما عندي مبدا احترام الراي كل واحد وكيفاش كيشوف الحاجه وكل واحد لما بغاش ينشرها من حقه يعني هو تيطبق داكشي على حياته من حقه ولكن واحد القضيه ديال ان اللي جاي ينشر حياته فهذا كتبقى لازم تكون واحد الحاله تتنشر الحياه مثلا حنا ما تنشرش حياتنا اول شيء ليلى راه عارفه انا تنبغي نخلي دي سوفونير انا اللي جيت نقول لك الحقيقه الحقيقيه هنا في هذه الصحيفه ديالكم نقدر نقول لك بغيت نخلي ذكريات اللي حقاش انا كل مره تنقول ممكن نصبح ممكن ما نصبحش نبغي نخلي مثلا شي حاجه لولدي تفكرني بها شي حاجه اللي يعرف باه كيفاش كيبغي وتيحماق عليه من هذا المنبر الا شاف هذا الفيديو هذا دونك كنبغي نخلي ذكريات ديالي شحال هذه كنا كنديروا داك الكاسيطات الكبار وكاميرات كاين ممكن في كل دار دونك دابا تبدلات الحياه تطورات ما يمكنش انني نخرج لواحد البلاصه وما نجدش داك دفتر الذكريات ديالي دابا هذه الخرجه كامله اللي درناها مثلا في الشمال اللي ما صورناش ما عندها حتى شي معنى غير ترجع تقدر تنسى كل شيء دونك كتوثقها وتتنشرها الناس كتعجبهم تتفرجي تفرجوا فيها ولكن حنا المهم من داكشي هو اننا حنا تنوثقوها لنفسنا ثاني حاجه للناس اللي تيبغيونا تيدخلوا يتفرجوا فينا اللي شاف على انه لا يجوز انك تنشر داكشي فدونك هو ما يتفرج حنا ما تنديروش الحياه الانتيم كيف ما نقولوا الحياه اللي بيني وبينها بعض المرات حتى فاش كيشوفوا شي مشكل بيني وبينها راه وضحت شحال من مره في اللايفات كنقول لهم راه ماشي حقيقتكم ان كيما نقول واحد المغصول اللي تي كيما نقولوا نعطيكها اكزامبل مثلا نقدر ندخل وولدي دابا زايد وندير راسي مثلا تنكمي وهي تقول لي علاش تتكمي والناس غيهاجموني مثلا في هذاك نعطيك غير مثال غيهاجموني في داك البوست تتكمي حدا ولدي وانا راه ما تنكميش انا بغيت غير شي الاباء اللي تيكميو حدا ولادهم يشوفوا داك البوست ويفهموا باللي داك الشيء ما تيدارش بارفو مثلا كندير راسي باخيل قدامها لا شحال درتي هذا الشيء والناس تيهاجموني ولكن في الواقع انا راه ما تنديرش داك الشيء معاه فهمتوا الناس تيهاجموا كنجسد هذيك الشخصيه اللي اي واحد كتعلق به تيقرا لي كومونتير تيقول هذا الشيء ما خصوش يدار انا تيعجبني فاش شي اتاكي ودي بوست لا ها هي تقول لك واش تنتسم لا تنتسم انا دونك انا عايشين حياتنا كما كنقول انا ديما كنقول يعني كنقول لهم انا راه ما عمرني ما نشرت لكم حياتي الخاصه راه غير حياه عامه يعني بحال مثلا كيقول لك شي واحد البحر يعني البحر كلشي كيمشي ليه ماشي غير انا بوحدي اللي غنمشي ليه باش غيكون شخصي التقضيه كلشي كيتقضى يعني اي حاجه وكيف ما قال لك يعني كنحاولوا ناخذوا شي امثله بحال هكا من الحياه اللي كنمثلوهم كنحاولوا نعطيوهم واحد الصوره يتعالجوا وفي نفس الوقت كنلقاو الحلول في لي كومونتير يعني الناس كاين اللي كيتيق انه حنا والناس اللي كيعرفونا وعارفين الشخصيه ديالنا كيعرف انه راه ماشي حنا يعني حنا غير مجسدين واحد الشخصيه اللي بغينا نعطيو بها واحد الرساله للناس اللي يستافدوا منها. واحد المساله واحده اخرى نكمل هو انه دابا حاليا وصل انه الناس ما بقاوش قابلين يتعلموا او لا تعطيهم واحد الفكره تقول له ها شنو خاص دير مثلا ما تكميش حدا ولدك ما تعجبوش مثلا انا قبل حتى ما نتزوج كان عندي واحد الكونسيبت واحد اخر ديال كيفاش نطيب هذه انا عارف كيفاش نطيبها ولكن انا كنسول اولا واش ندير هذه مع هذه لي كومونتير تيبقاو يتجاوبوا تنقولوا اه شكرا لهاد السيده هذه راه وراتني وقالت لي باللي دونك انا بحالي انا اخذت الفكره ادوبتيها تيلمو الناس كتعجبهم ان كيف ما خداها هو الفكره ناخذوها حتى حنا فهمتي دابا كونسيبت يمكن الناس ما فاهمينوش ولكن انا عارف الحاجه وكنسول كنقول كيفاش ندير ليها اه خصني نركب هذه بحال هكا هذا المنطق خصها بحال هكا دونك فحالها صافي الله فيك انا بصراحه الولاده واحد الفرحه اللي كبيره بالنسبه لاي ام اي امراه في العالم واحد الفرحه كبيره بزاف واخا جات على غفله ولكن الحمد لله الحمد لله مزيان بدات كل شيء بخير الحمد لله هاد الساعه دابا نتسناو البيبي ان شاء الله يكون بخير. هاد المفاجاه درتي لنا في الليالي حنا كاملين كنا متوقعين انه غديري حفله وغادي تكشفي لنا على الجنين ديالك. فعلا انا بصراحه انا تفاجات كنا مسافرين كنا في وجده جينا بحال اليوم الغد مشيت كونترول عند الطبيب وهضرت نيت مع الناس اللي بغا عندهم غنديروا البيبي شاور في الرباط هضرت معاهم قلت لهم انا راه صافي جيت لكازا باش نديروا ان رونديفو باش نمشيو نديروا الحفله صافي ملي مشيت عند الطبيب دخلت هكا كونترول باش نسولو امتى زعما غادي تكون عندي الولاده الوقت بالضبط وهذا ونشوف نشوف الحاله ديال البيبي كيفاش دايره حتى قال لي كيشوف لي الطبيب هكا كيقول لي
كيقول لي كيفاش زعما راه عندك شي حاجه ماشي هي هذيك، كيقول لي وجهك من الفوق، كنقول لي راني زدت في البوا حيت زاديت واحد 8 كيلو. قال لي لا، قال لي ماشي نفخ البوا هذا، عبر لي الطونسيون مره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، كيشوف فيا كيقول لي ما تحسي بوالو. كنحس بوالو، قال لي كنقول لي شويه الحريق في راسي، كتشرب دولي بران صافي كيفوتني. قلت ليه ما قلت ليه مني كنقرا كيقول لك راه زعما عادي مع المراه حامله عادي يكون الراس كيضر. صافي حتى قال لي لا، قال لي الطونسيو طالعه ما خاصناش نتسناو. قال لي تخرجي من عندي دابا من الكابيني غتمشي ديريكتومون اوسبيتاليزاي. صافي جيت صيفطني لهنايا المستشفى الجامعي في بوسكوره، جيت يعني على اساس غادي غير نعس ويقادوا لي لا طونسيون. هذا في الليل جا عندي الطبيبه توقف، شاف التخطيط شاف كل شيء، قال لي وجدي لاي حاجه. صافي يا انعاش يا، قال لي المهم اخر احتمال هو الولاده. بقاو كيعطيوني في التريتمون هكا، وانا ما على باليش الولاده صراحه، على بالي غير الدواء وصافي. بقاو كيعطيوني دي تريتمون، كيعطيوني على حساب كيجيو كيعطيوني شي براوات، كيقول لي هذه راه ماشي ديالك انت، راه على قبل البيبي، راه على قبله هويا باش هو ياخذ الاكسجين ياخذ النمو ياخذ كل شيء. صافي بقيت بحال هكا. جات عندي البنت مع 6 الصباح، قالت لي عندي واحد لي زاناليز غنديرو. قلت لها مرحبا. خدات مني الدم، مشات على ما خرجوا التحاليل تقريبا شي نص ساعه، وهي تجي عندي لقات يلاه جات عندي ماما وخوتي، جات لعندي بحال هكا قالت لي معافاكم خرجوا، بغيت تبقى غير هي وراجلها. شنو واقع؟ قالت لي رحنا موجدين لك البلوك، يعني هما وجدوا كل شيء ما قالوا لي انا والو. عاد وقفت قالت لي رحنا موجدين لك البلوك غتهبطي دابا. صافي مشى مروان غير للطوموبيل يجيب شي هذا دوك لي زاناليز اللي عندي في الطوموبيل، غير غيحتاجوهم حتى هما ديال الغروباج. يهبط هو، جاو هما هبطوني. كنقول لهم تسناو غير مروان، قلت لهم تسناو نشوف غير مروان عاد نهبط للبلوك. قال لي الطبيب ما عنديش، قال لي هذيك 5 دقائق ما عنديش، قال لي ما عنديش. وفعلا ملي دخلت هبطوني للبلوك ما كاملاش 10 دقائق، كنت تبنجت فيها وفتح ليا وفي البلاصه، يعني دار واحد التدخل دكتور رافعي صراحه، يعني زرب بالزربه باش البيبي حتى هو يعيش وما يتاداش الحمد لله. وتزاد عندنا وليد، هو دابا راه كاين في القرعه، قالوا لنا غادي يبقى مده ديال 10 ايام وان شاء الله نطلبوا ليه السلامه يا ربي. واش كان عندك تخوف ومروان ماشي مع هو ماشي معك داخل الغرفه ديال العمليه؟ طبيعة الحال انا سيغتو انني يعني كانت ماما هنا وكان كل شيء، يعني سلمت عليهم عاد باش دخلت البلوك. راك عارفه اي واحد غيبغي يدخل البلوك راه مع البنج وهذا ما كتعرفش راسك واش غتعاود تخرج ولا لا. وانا شنو كنقول لهم، انا كم حاجه وحده كلي بغيت نشوف مروان، مني ما شفتوش وليت كنقول للطبيب، كنقول ليه اعتق لي غير ولدي، كنقول ليه بحال كنقول ليه اعتق لي غير ولدي صافي، ما انا ماشي مشكل صافي. هو قال لي لا، قال لي حنا بغيناكم بجوج. قلت لك فواحد المده قصيره ما كاملاش 10 دقائق كنت ولدت. صافي ولدت والولد كان داو باش ياخذ الاكسجين اللي خاصو. صافي ومني طلعت قالوا لي ها نقولها لهم، قالوا لي بلي مروان بقى كيبكي هنا، قالوا لي مروان بقى كيبكي هنايا وكيقول لهم، كيقول لي معني تبقى غير هي. كان هو كيقويني في الاول، كيقول لي ما تخافيش وما يوقع والو هذا، ولكن ملي عاود طلعت وعاودوا ليا هو شنو وقع ليه. يعني حتى هو كان خايف، انا كنت زعما كنتقوى به، هو اللي كيقول لي راه عادي وهذا. صح حتى هو ملي طلعت لقيته حتى هو كان خايف حتى هو، ولكن الحمد لله مشى هو شاف الولد، شافو البارح، شافو جوج المرات. انا اليوم عاد هبطوني عنده، كنت مخلوعه بزاف صراحه، ومع اول شفتو بقيت كنبكي، ولكن ملي شفتو قستو هكا صافي ارتحيت الحمد لله طمأنيت عليه. شنو احساسك من اول نظره شفتيها فيه الولد؟ ما نوصفش ليك بحق الله، ما واخا نبغي نوصف ليك ما غنعرفش. اول ما شفتو بقيت غير كنبكي وكنقول ولدي صافي بحال هكا. ملي قستو بحال الا واحد الطمأنينه نزلات عليا الحمد لله. تكلمي لنا على الاسم المختار لهذا المولود. الاسم ان شاء الله محمد طه. حلمت بها، ما حلمت واحد، كانت جارتنا قبل ما نعرف راه ولد، انا كنت كنقول بغيت بنت نسميها اميره، كنت هادشي اللي كنقول. ومني حلمت واحد النهار ناعسه
واحد جارتنا كتقول لي الكريشة بدات كتبان وكنضحكوا، وهي تقول لي الا ولدتي ولد سميه يوسف ولا اسماعيل بحال هكا واحد السميه ما عقلتش عليها. قلت لها لا انا ولدي سميتو محمد طه. صافي من عرفت دابا مني تزاد الولد قلت لهم انا راه ديجا راني حالمه بالسميه راه نسمي محمد طه ان شاء الله. يعني كان نفس الراي انت يا مروان، اتفقتوا من البدايه على هذا الاسم، ما كانش اختلاف؟ لا ما كاينش اختلاف، هو مروان اصلا عزيز عليه اسم محمد، كيعجبو اسم محمد يعني، بقات هذيك طه تزادت بحال هكا، هو سوا ما عندوش اعتراض، ما عندوش اعتراض من الاول كاع. مني باقي ما باقي الله حملت كيقول لي شوفي راه انت ما كاينش لي سمي من غيرك، انت هي اللي اختاري اي سميه بغيتي راه غادي نسميوها. تكلمينا على الصعوبات اللي واجهتي يعني كولاده الاولى ليك وولاده مبكره. اول الحمد لله دازت شويه صعيبه، ولكن كما قلت لك بحكم التدخل ديال الدكتور يوسف يعني ما خلانيش نحس بك الصعوبه كامله. كنت خفت في الاول حيت قلت لك جالسه كنتسنى في راسي كل اللي سمعتي كل اللي دي زاباغاي، كنتسنى غير الدواء من لا طونسيون، غير هبط ليا طونسيون. حتى جات البنت قالت لي راه حنا وجدنا لك البلوكس، كيف ما جاتني على غفله تشوكيت شويه، ولكن الحمد لله ملي هبط البلوك خفت، كنت خايفه وكما قلت لك ما خايفاش على راسي، خايفه غير على البيبي. صافي من بعد ملي طلعت شويه دابا اللي عندي الصعوبه اللي عندي شويه الالام، راه اي وحده غادي تعرف راه ملي كتفتح راه ماشي ساهله، شويه كنلقى شويه الصعوبه في النوضان، فاش كنبغي نجلس فاش كنبغي نتكا ولا كنبغي حاجه نوض التواليت، ولكن الحمد لله يعني حتى الولاده مبكره. يعني ملي جيت كنسول قال لك راه نفس الاعراض كيف ولدتي مبكر بحال كاسيزاريان، كيف ولدتي في 9 شهور راه نفس الالام غتحسي بهم، نفس كلشي، ولكن الحمد لله حتى ليكيب هنايا راه قايمين بالواجب، ما خلاونيش ما كيخلونيش ليل كامل نهار كامل مراقبين ليا لا طونسيون، باقي شويه طالعه دابا. جات لعندي خبيره ديال التغذيه، جات لعندي البسيكو، جات عندي البيدياتر حتى هي كطمني على البيبي، الدكتور يوسف حتى هو كل مره كيجي عندي يعني متبع الحاله ديالي دو ا زد، والحمد لله نتمنوا من الله يدوز لي باقي على خير. ليالي في هذه الولاده المبكره واش كملتي التحضيرات ديال وانت كتنتظري الجنين ديالك ولا كنتي مازال؟ لا ما كملتش والو، انا يلا بديت فاش كنا فوجدا يلا شريت جوج بيجامات، شريت يلا بديت بحال هكا كناخذ بشويه مع ولا غندير البيبي شاور، وراه غادي ندير الحفله ديال 7 شهور كنت مع ولا غادي نديرها عند ماما باش نجمعوها هكا ونديرو. يلا خيطت تكشيطه يعني وجدتها، خيطتها في الناظور ما كتبش، قلت حتى غادي نرجعوا لكازا وغادي نمشيو عند ماما وغنديروا الحفله. يعني بزاف الحوايج كنت معوله عليهم، وبالنسبه للحوايج ديال البيبي ما وجدتهمش. علاش؟ لانه لوسي انا في المانيا قال لي ما تاخدي والو، قال لي كاع داكشي اللي غتحتاجي في لاكلينيك وداكشي اللي غيحتاج الولد من شهر حتى لست شهور انا خديته، قال لي صافي، قال لي انت ما تاخدي والو يعني يلاه هو الله هو يجمع. قال لي راه من هنا ليومين ولا 3 ايام غنصيفط لك لا فاليز، غنصيفطها لك راه فيها كلشي، يعني هادشي اللي معوله. حتى كاع ملي قالوا لي غادي تولدي قلت لهم ما موجده والو، قالوا لي حنا غنتكلفوا بكلشي هنايا وما تكلفوا بكلشي. حتى الحلوه هما اللي تكلفوا بها؟ لا الحلوه هذيك موجوده في المحل ديما، راه المحل عمرو ما سد. بزاف الناس كيسولوا كيقول لك واش انت مسافره المحل ما خدامش، مع انه المحل بقى ديما خدام، حتىش يعني كما نقول لك فاش يلاه بدينا البروجي تعبنا بزاف انا ومروان، يعني سهرنا ما كنا لا كنسافروا ولا كنخرجوا ولا كنا مقابلين غير البروجي، حتى لقينا ناس يعني ايادي امينه كيف ما نقولوا، ولقينا ناس كوف اللي غادي نخليهم في الغيبه ديالنا. صافي وبقى البروجي دابا خدام، ولينا حنا نقدروا نسافروا ونقدروا كلشي، وميم طوم كونترولين الخدمه، راه الكاميرا كلشي مكونترولين، كلشي غادي هو هذاك الحمد لله، مناسبات خدامين كلشي خدام. ميم سي راه دابا راه جابوا لي الحلوه هنايا حتى لا كلينيك، جابوها لي هنا من المحل، جابوها ديريكتوم ديالك انت. هادشي اللي كاين هاد الساعه ليالي غنغتنمو الفرصه وغنسولو. كنتو مؤخرا شرت واحد التصويره ديال واحد الاكله وجديه وبزاف ديال الناس تفاعلوا معها، شي انتقدها شي اي هاد الفكره قربين اكثر من ديك الاكله؟ هذيك الاكله صراحه انا حتى انا مشابالي في الاول، هي سميتها بودان ياك، بودان الوجدي. انا كنت كان يحسب لي واش عنده نفس المذاق ديال هنايا في كازا عندنا سوسيس دو فوا،
منو هذاك ماشي صوصي دوفو، هذاك تما كيعمروه يا اما بالكفته يا اما بكذا، يعني عنده الحشوه مختلفه، وكيكون فيه الروز، كيكون فيه المهم واحد المذاق انا ذقته اول مره غادي نذوقه. ايه زوين بصراحه، والناس اللي انتقدوا بزاف قال لك نورمال، قال لك هذيك ماشي الطريقه ديالو باش كيتحط، هو كيتحط مع لاصوص وهذا. ما هذوك الناس هما طيبوا على قبلي، انا كنتوحم طيبوا على قبلي، انا ملي بديت لوحم ما كناكل شي حاجه فيها صوص نهائيا، ما نقربش المرقه، ما اي صوص تعطيني نقول لك لا بغيت شي حاجه ناشفه، كناخذ غير شي حاجه اللي ناشفه. هما طيبوا بديك الطريقه على قبلي، وجا غزال صراحه. وانا فرحانه اللي اكتشفت تقاليد وجديه تما، اكتشفت تقاليد زوينين بزاف، وما سخيتش بوجده والناس ديالها، يعني انا مشيت ليها بحب ولقيت واحد الحب كبير، والناس راه بزاف كما قلتي راه لقى واحد الصدى كبير هذاك المنشور، وبزاف كانوا ما عارفينوش تعرفوا عليه، بزاف حاولوا يخسروا داك لكن خاصهم يذوقوا ويجربوا باش يحكموا. لا هي اللي بزاف ديال الناس كيقولوا انه المراه كتوحم على الراجل ديالها، واش انت توحمتي على مروان؟ توحمت عليه ولا توحمت عليه وحم غادي يضحكك يمكن. كنخليته كيبغي ناس وكنقول ليه مروان توحم عليك، يقول لي كنحط يدي على وجهه. دابا البيبي راه كيشبه ليه تماما، ملامح مروان تماما، كنحط يدي على وجهه بحال هكايا، كنقول هذا هو الوحم اللي بغيت نتوحم عليه صافي. لا الزعوريه كاينه، الزعوريه كاينه. لا الزعوريه كاينه، ولكن ملامح العينين حجبا غير مروان، غير مروان، ما كاين زعما شي تغييرات الساعه. قلت ليه صافي، المهم قلت ليه داك الايد اللي كنت كنحط عليك في الليل راه صافي راه خرجت هي هذيك. لا هي اللي عندك رغبه انه يكون كيشبه حتى في الاخلاق والشخصيه ديال مروان؟ يا ريت زعما بصراحه. يعني مروان غير الصباح كنت كنهضر مع واحد السيد من العائله النيت ديالو، وقال لي بحال هكا، قال لي ما تخافيش، قال لي مروان غادي يكون احسن اب لانه حنين بزاف. وصراحه مروان حنين بزاف وظريف، يعني عكس بزاف الناس كيشوفوها هكا مثلا غير في لي فيديو كيعطيو واحد الصوره مسبقه، ولكن اللي غيعاشرو هو اللي غادي يعرف مروان شنو كيسوى. زعما انا بعدا غنغتنم الفرصه من هنايا، غنغتنم الفرصه من هنا على حساب فتره الوحام ديالي، زعما داكشي اللي دار عليا ما عمري غنساه ونقول ليه شكرا بزاف والله. عرفتي ميم فاش كنت حتى كنردو هذا كان عندي تخوف بزاف، الرجال كيعيفوا هذا ولا، يعني كان معايا من الاول حتى الاخر، ما عمرو خلاني، عمرو زعما كبر فيا شي حاجه ولا شحال من مره كنوضو مع ثلاثه دليل كنقول ليه نوض بغيت هذه، كيخرج يقلب عليها ويجيبها، يعني الحمد لله. شوفوا صعوبة في الناس الحلويات اللي كيكونوا محامين مثلا، هما خدامين وما كيحملوش الريحة شي حاجة، واش انتي واجهتي هادشي؟ أنا واجهتها بكثرة كاع، أنا البوطة ما بقيتش كتشعل عندي في الدار كاع بمرة، لا حلوة ولا ماكلة أي حاجة، أنا حتى الخدمة حسبستها، داك ما بقيتش كاع كنطيب هكا لي كوموند البساطيل والمناسبات، ما بقيتش كاع كنطيبهم، وحتى في الدار ما كنطيبش حتى الماكله ديال الدار. مروان الا بغى يطيب شي حاجه كنقول ليه دخل الكوزينه سد عليك وحل البالكون وكل تما وغسل ودير معطر وعاد خرج، ولا حل الثلاجه واخا نكون انا في البيت الداخل وحل هو غير الثلاجه في الكوزينه، كنقول ليه ريحه الثلاجه خايبه، كيقول لي راه نقيه كلشي، كنقول ليه لا ممنوع تحل الثلاجه، ممنوع تشعل البوطه، يعني دازت عليا هذه وبقى لحد الان. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.